السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جنات. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله نقدم معكم شيفرو مقلي بواحد الطريقة اللي جد زوينة بزاف، رائعة، وكيجي ما شارب لا زيت لا حتى شي حاجة، كيجي رائع كما كتشاهدوا. كيجي زوين، كيجي مقرمش، كيجي حمر زوين. نتمنى ينال إعجابكم، ولأول مرة كيزور القناة ما ينساش لايك، اشتراك، فعل الجرس باش يتوصل كل هو جديد. وكنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينة، وما نطولش عليكم الفيديو. يلا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. كنحتاج الشيفرولة، كنعزل منها القياس طبيعة الحال، كنقيوها الا كان فيها شي حاجه كحوليه هنا، كنغسلوها مزيان وكنرقدوها في شويه الخل، نعقموها الا كانت شي حشره ولا شي حاجه داخله كنخليوها بحال هذه الطريقه. هذه كناخذوها كنغسلوها مزيان، نخليوها ترقد في شويه الخل ونسقطروها وندوزو نسلقوها ان شاء الله. كناخذوا الماء ديالنا نديروا فيه الملحه والحامض ونسلقوها ونوريكم الطريقه ديالها. كناخذ الماء، انا درتو غليان الماء باش يسهل لي الامور. كناخذ الملحه، حيت اللي درنا فيه قياس تاع الملحه ما بقاوش نديروها، نديرو قياس واحد. كناخذ قطرات من الحامض ولا الخل اللي عندكم. غادي نحط الشيفرول ديالي. اي بنت كتعرف تغسلو سهل، تقطعوه وتعزلوه بحال هكا. غادي نزيد واحد جوج دروس تاع الثومه باش ما يبقاش يعطيني ديك الريحه ديالو. كاين طرق مختلفه بزاف في التسليق ديال هاد الشيفرول، غندير معكم ان شاء الله كاع الطرق ان شاء الله. وغادي نزيد جوج دروس تاع الثومه. انا غندير جوج دروس تاع الثومه، كتقطعوهم عشوائيا بحال هكا باش ما تبقاش ديك الريحه تاع الشيفرو. ونسد عليه 15 دقيقه ولا 10 دقائق، راه كيطيب على حسب الشيفرو. بعد ما سلقتو تخليه شويه شاد فراسو، ماشي كتسلقوه مزيان. ها هو بعد ما سلقته غنحطو، ندوز نوجد الخلطه اللي غنخلط بها باش نقليه. كنحتاج كاس ديال الدقيق فورس يكون مغربل. كنحتاج التوابل، عندي معلقه ديال التحميره فلفل حلوه، نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الهريسه اختياريه، واحد راس الموز، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، راس العاشق ديال الزعتر، ثومه بودره معلقه صغيره، القزبر اليابس، الملحه راني سلقته بالملح. هذه المكونات كنحطها على الدقيق. غنزيد عليهم بيضه، غادي نزيد بيضه وغادي نخلط. غنزيد عليهم كاس تاع الحليب، كنخلط وانا كنشوف قياس.
نوريكم شحال درت. خلط مزيان، يكون بحال هاد القوام هذا كما كتشاهدوا، بحال الشكل ديال البغرير. الحليب ما خديتش كاس، خديت كاس لارو، نخلط بحال هكا. تخلط ليا العطريه كامله اللي درت، ما تبقاش محجره. ونكون درت الزيت يسخن في المقله، هو القوام ديالو كما كتشاهدوا. درت المقلة تسخن، غادي ناخذ الزيت، ها هي سخنات، وناخذ الشيفرون ديالي اللي بحال هكا. نهز بحال هكا، نخلي حتى يتسقطر شويه. ونحطه في الزيت كما كتشاهد. بسم الله، ندوز اخرى. هذه كبيره، بلي كبيره، ديليها العاشق، خليها حتى تسقطر بحال هاد الطريقة كيما كتشاهدو. وغادي نحطها، راه ما كيشربش الزيت بزاف. نستمر بحال هكا حتى نسالي الكمية اللي عندي كاملة. هاد الطريقه كتخليش الزيت كتشربو هاد الشيفون القليل، ما كيشربش الزيت بزاف.
كما كتشاهدوا غنقلبوا بحال هكا، ناقصه العافيه تكون بينو بين، ما تكونش العافيه مجهده، كتقلبوها على الطراف بحال هكا. خليه بحال هكا، نقلبوا كاع الجهات حتى يطيب مزيان. كيجي عجيب رائع تيقوني. بغيت نزيدو فيه حتى جوج بيضات في الخليط، نزيدو فيه جوج بيضات، مع الحليب كيخليه منقولش مقرمش. الطريقه سهله، الزيت اللي درت فيه هو اللي باقي، ما تيشربش كاع الزيت نهائيا. ها انتم البنات، نقولش لكم كيجي مقرمل بزاف بزاف، نحطوه يطيب كله دقة وحدها. كيجي ما نقولش لكم كرمل. هادو بونس من السقطة، استمروا بحال هكا تنسالي الكمية.
نستمروا بحال هكا تنكملوا الكميه الكامله اللي عندنا كما شاهدتوا. ما نقولش لكم كيجي رائع انتم كما كتشاهدوا، كيجي مقرمش وكيجي زوين. وها هو بعد ما قليتو كيفاش كيجي، ما كيشرب لا زيت لا حتى شي حاجه، وكيجي جي رائع بزاف بزاف. كيجي ما نقولش لكم كيجي بنين واحد الدرجه ما كتصورش. اللي ما كياكلش الشيفون هذه هي الطريقه يولي ياكلها، كيجي رائع. وخا قليتو في الزيت راه ما كيشرب لا زيت لا حتى شي حاجه، كما كدير الزيت كما كيبقى. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وبالصحه والراحه.